وين الشيخ؟ وين الشيخ؟ هو الشيخ. هذا الشيخ. وين البابا؟ بابا وين؟ وين؟ هذاك البابا؟ هذا مهم عنده صاحبه يا اخي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وعلى من صار على نهجه واتبع هداه. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. في سورة النساء وقفنا على الآية 40. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر، لكن علمنا أن نتأدب معه سبحانه وتعالى، فننسب الخير إليه وننسب الشر لأنفسنا وللشيطان. وهذا الذي عمله الخضر يوم أن كان معلما لنبي الله موسى، عندما خرق السفينة قال: فأردت أن أعيبها. وعندما فعل خيرا ببناء الجدار قال: فأراد ربك، أراد ربك أن يبلغ أشدهما. وإن كان كل الأشياء قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا الذي قاله إبراهيم عليه السلام، قال: وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب الشفاء لله سبحانه وتعالى، ونسب المرض لمين؟ لنفسه هو. وكذلك قال ربنا في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال ربنا: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بعدين رجع الآل بعدها على طول، قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالآية الأولى تقرر أن كل شيء خير أو شر الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى، لكنه يعلمنا الأدب عندما نتحدث عن ربنا سبحانه وتعالى، ننسب إليه الخير وننسب الشر لأنفسنا وللشيطان. إن الله لا يظلم، في الحديث القدسي حضراتكم تعرفوه بتاع حديث أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يظلم أحدا أحد. أصل الظلم هو أخذ الحقوق بدون أدنى جهد. أصل الظلم أن تأخذ الحقوق بدون أدنى جهد. الأعجب من كده أن ربما واحد يشغل واحد عشان يظلم الثاني لمصلحة الآخر، عارف، زي شيخ السلطان وزي الفتوات وزي العصابات، يبقى رئيس عصابة ومشغل معاه كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. قال الكلام ده: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني مش بيع دينه بس لنفسه، يعني هو مش بيخسر دنياه واخرته لنفسه، لا، ده لمين؟ لواحد اخر، من اجل انسان اخر. الظلم معلوم منذ بدء الخليقه، وابليس اول من ظلم نفسه عرضها للايه؟ للعذاب بكبره. واول من ظلم في الارض مين؟ قابيل، مش كده؟ قابيل ظلم أخوه وقتله، أصبح الظلم مستمر. في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حدثت حادثة عجيبة لرجل من الكوفة. كان سيدنا عمر بن الخطاب مولي على الكوفة. الكوفة آنذاك، الكوفة والبصرة، هذه المنطقتين دول كانوا يعجون بأهل العلم. كان الناس يأتوا من كل بلاد الدنيا يتعلموا في الكوفة والبصرة. سعد بن أبي وقاص سيدنا عمر بن الخطاب جعله والي هناك. وبعدين في يوم من الأيام
جي وفد من الكوفة يزوروا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلهم عمر وسألهم سؤال: كيف حال والينا عليكم؟ كيف حال سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص واحد من العشر المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص الوحيد الذي قال له رسول الله: ارمي سعد فداك أبي وأمي. بس ما فيش حد من الصحابة. راح طالع واحد من إياهم وقال له إيه؟ قال له: إنه لا يمشي في السرية. يعني يقول الناس طلعوا جاهد وهو قاعد ما بيطلعش يحارب، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في العطية. لا بيطلع يجاهد ولا بيقسم بين الناس لما بيكون عنده مال، ودايما كده حبايبه بيديهم ايه؟ بيديهم اكتر، وغير حبايبه ما بيديهمش، بس يعني حبايبه اللي يعرفهم يعني. سيدنا عمر بن الخطاب عارف سعد بن ابي وقاص، وهذا الكلام ما يدخلش عليه. لكن في مثل موقف عمر ما يقدرش يقبل الكلام كده، نص الكلام غايب، يبقى لازم يسمع من مين؟ من الطرف الاخر. استدعى سعدا ثم اوقفه واحضر صاحبنا ده، ثم ساله سؤالا: يا سعد، انت تفعل ذلك؟ قال: لا والله، لا والله، انني اكون في مقدمتهم في الجهاد في سبيل الله، وانا اقسم بينهم بالسويه، وانا اعدل بينهم بالعطيه، واسال جموع الناس في ارض الكوفه يجاوبونك. فجاوبوا على كلام سعد، فرفع سعد يديه وقال: اللهم ان كان كاذبا، اللهم ان كان كاذبا فاطل عمره، فاطل عمره وافقره وعرضه للفتن. بس ده عليه الدعوه دي. ما خد بالك، المظلوم ما بيسكتش، المظلوم ما بيسكتش. خالد البرمكي كان المستشار الاول لهارون الرشيد، وبعدين هارون الرشيد غضب عليه، راح واخده هو ابن الفضل ورماهم في السجن. والفضل ده كان من ابر الناس بابيه، ابوهم كان بيخاف من ماء السجعه، كان يفضل طول الليل سهران ماسك الاناء على ضوء الشمعه يسخنها عشان ابوه لما يقوم الفجر يتوضا بالماء. خد بالك، فبيساله سؤال بيقول له: يا ابتي، يعني احنا كنا في عز ونعيم، ايه اللي حصل؟ سرت بليل ونحن عنها غافلون، ولم يغفل عنها الذي لا يغفل ولا ينام. بيغفلش ربنا عنها، تطلع على طول سهام السحر اقوى من النووي، لان بايده كل شيء، كن فيكون. فدعا عليه الدعوات الثلاث دي. الراجل ده رؤية قد طال عمره حتى نزلت حواجبه على عينيه، واقف يتعرض للبنات في الشارع، مفتون بيهم، يضيق عليهم الطريق ويسأل الناس، وكل اللي يسأله: يا راجل عيب عليك، استح، احتشم، انت راجل كبير وشايف اللي بتعمله ده. يقول: دعوته سعد قد أصابتني، لأنني اتهمته بالكذب. دعوة سعد اتهمه بالكذب، بس دعا عليه هذه الدعوة. فانتبه، لا تظلم نفسك فتعرضها لغضب الله سبحانه وتعالى. إن قصرت في طاعة أو وقعت في معصية، عليك أن تتوب وأن تراجع نفسك أمام الله سبحانه وتعالى. لا تظلم غيرك، وإن ظلمت غيرك لابد أن تستحل منه في الدنيا، لأن في الدنيا أهون. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة، حتى قبل أن يموت ثلاثة أيام، وقف على المنبر قال: من أخذت له مالا فليأتي وليأخذ مني المال، ومن سببت له عرضا، النبي صلى الله عليه وسلم، فليأتي وليأخذ حقه، ومن جلدت له غارا فليأتي وليختص مني. ليه؟ فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. ثم يقول ربنا العدل، يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال اللي هو الثقل، يعني قوة جاذبية الأرض للشيء، لما بترمي حاجة من فوق خفيفة بتطير كده في الهواء وبعدين تنزل بمزاجها، مش كده؟ تنزل مبسوطة كده، مظبوطة ليه؟ إنما لو رميت حاجة كيلو كده ولا نص كيلو ولا باوند بيحصل إيه؟ قوة اسمه إيه؟ مثقال. المثقال هو إيه؟ الذرة. الجماعة اللي بيتحدثوا من المستشرقين اللي بيتحدثوا على القرآن الكريم، قال لك القرآن الكريم قال لك ذرة، والذرة دي أصلاً فتتوها، ألمانيا فتتتها بعد الحرب العالمية الثانية، عملت جهاز كده فتتتها، صغرتها كمان، صغرتها. فقال لك القرآن الكريم جاب لك، قال لك أصغر حاجة عندك الذرة. هم قرأوا آية لكن لم يقرأوا القرآن الكريم.
لو قرأوا القرآن الكريم لفهم. قال وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. واحد اللي يتصغر يتكبر مظبوط. اثنين أصغر بإيه؟ أفعل تفضيل يعني في إيه؟ في أصغر في صغير وفي أصغر في صغير وفي إيه؟ أصغر كمان صغير وأصغر. بس ربنا بيخاطب الناس اللي بتفهم مظبوط ولا إيه؟ فما تقدرش تقول له إيه؟ تقول له أنت فين؟ ده القرآن الكريم واكب عصور الناس إلى يوم القيامة لأنها معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة. فمهما يأتي من علوم ستجد لها إيه؟ في القرآن الكريم مستند. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. لما تعمل حسن يضاعفها ما قالش السيئة. شوف الكرم بقى بتاعه. يبقى هنا تعدينا من العدل للإيه؟ للفضل والرحمة. تعدى من العدل للفضل والإيه؟ والرحمة. فلم يقل السيئة إنما قال إيه؟ الحسنة. وإن تك حسنة يضاعفها. يضاعفها إزاي؟ مش الحسنة بعشرة وبعدين وبسبعمية؟ مش هو ضرب لنا مثال مادة بنشوفه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة تزرعها أنبتت سبعة في كل سنبلة. جميل قوي. إذا كان الأرض اللي ربنا خلقها بتدي الحباية بتدي سبعمية حبة أو تزيد، يبقى الذي خلقها يعطي إيه؟ عشان كده قال بعديها والله يضاعف لمن يشاء وجعل الختام والله واسع عليم سبحانه وتعالى. وإن تك حسنة يضاعفها سبحانه عطاء يتناسب مع العظيم سبحانه وتعالى ويؤتي من لدنه يعني من عنده. ولما يعطي من عنده بيعطي عطاء يذهل الإنسان. يعني الخضر لما ربنا عطاه العلم قال إيه؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من أولي العزم وقف قدامه مش عارف يعمل حاجة مش قادر يستوعب لأنه ده عطاء ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هيضاعف وبعد المضاعفة يعمل إيه؟ يعطي من لدنه يعني عطاء ما يتصوره الإنسان. عشان كده الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال وإيه؟ هيعطي من لدنه إيه؟ عشان تفهم أجرا إيه؟ عظيما. والعطاء دايما بيكون على قدر المعطي. العطاء على قدر المعطي. احنا قلنا الأرض اللي ربنا خلقها الحباية بتطلع 10 سنابل كل سنبولة ب700. طب يبقى اللي خلقها بيدي قد إيه؟ سبحانه وتعالى. يبقى إذا كان هيعطيك على عبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى وبعدك عن ظلم نفسك وظلم الناس يبقى سيعطيك أجرا عظيما وهو الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الأكرمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.